كابتن اسامه النهارده الجون الثاني اللي دخل فينا في الشوط، الجون الاولاني دخل في النادي الاهلي طبعا في الشوط الثاني في مباراه العوده، عايزه حضرتك تحلله، هل جاء نتيجه سرحان خطا ولا اطمئنان زايد للنتيجه؟ يعني انت فسرته بايه؟ والله كل ده يعني الاطمئنان للنتيجه، هناك كسبانين 2-0، هنا في الدقيقه 15 او 17 جبنا هدف. أيوة. يعني ما كانش عندي شك ان النادي الاهلي من هناك كمان حتى قبل الهدف اللي هنا ان النادي الاهلي عدى خلاص المباراه، عشان كده الناس بتتكلم في الفاينل من هناك من وانت لسه ما ركبتش الطياره ترجع. على فكره ده احساس مش على طول موجود، يعني احنا لعبنا كتير في افريقيا واحساسك بالفرقه اللي قدامك بالمنافس ساعات بنبقى كسبانين بره بس متخوفين جدا هنا، لكن احساس اللي احنا شفناه باداء النادي الاهلي واداء والحاله اللي فيها لعيبه الوداد، يعني انا واحد من الناس كنت متاكد ان النادي الاهلي هيعدي، بس طبعا لازم ننتظر ال 90 دقيقه الثانيه لان دي تكمله المباراه او المباراتين زي ما بيقول. فالهدف هنا طبعا ادى ثقه اكتر الاولاني، ثم الهدف الثاني، ثم الثالث، حصل بقى تغييرات كتيرة، حوالي 5 تغييرات، اللعيبة مطمئنة، الكرة دي بالذات اللي دخلت هدف يمكن أحمد الشيخ بيحاول يرقص فيها وبيرجعها، اتقطعت، زهير المترجي شاطها، كان علي لطفي اللي واقف، يمكن إحساس علي كان لسه، بس هي سريعة، هي صعبة كمان، صعبة يعني سريعة وصعبة بالزبط. يعني مش هنقول عشان الشناوي خرج وعلي نزل فهو ده السبب، لكن هي فعلا زي ما هاني قال هي صعبة، يعني هي جت مفاجاه لان هي كانت الكره مع الشيخ، الشيخ عايز يرجعها تقريبا لمحمد هاني، فكانت قصيره فاستلم على طول اللي هو زهير المترجي وسندها وشاط، راحت في ابعد في الزاويه اليسرى البعيده جدا لعلي لطفي فما لحقش يعني. فهي ممكن تقولي عدم تركيز شويه، ممكن تقولي احساس ان المباراه 3 وهناك 2 الموضوع منتهي، تحصيل حاصل يعني، يعني حصل يعني مش عايز اقول استهتار، ولكن يعني احمد شيخ كان ممكن يهتم بيها اكتر من كده، ولكن برضو النتيجه كانت يعني حاسين ان احنا زي دي تمشي يعني في تمشي. الاخطاء اللي زي دي في مباراه زي دي، لكن مباراه النهائي ما مش محتاجه طبعا اي تفويت طبعا.